السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لك بقى، ضاع عمرنا واحنا بنعمل المانجا غلط. جبت معايا المانجا بقى اللي هي المانجا النعوم، وبدات ان انا اقشرها، وبعد ما قشرتها بدات ان انا اطلع منها كده ايه الحتت المانجا زي ما انت شايفه، طلع منها البذره. احلى حاجه في النوع ده من المانجا ان البذره بتاعته بتكون صغيره جدا. بالطريقه دي تقدري تعمليها بقى وتخزنيها معاكي لرمضان، وتقدري تشيليها في التلاجة بقى للضيوف وكده، لما لو جالك ضيف في اي وقت، بدل ما تكوني محتاره تعملي له ايه، تطلعي لك على طول كيس من المانجا وتبداي ان انت ايه تعمليه وتقدميه. بعد كده باخد بقى، بعد ما بغسل طبعا المانجا وبقشرها، ببدا بقى ان انا اقطعها وبعملها كده كلها بنفس الشكل وبنفس الطريقه، بعمل الكميه كلها بالكامل بالشكل ده. احسن حاجه ان انت تجيبيها تكون ماسكه نفسها، ما تكونش سايحه قوي، عشان تعرفي تعمليها وتقطعيها معاكي تطلع بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي ده. بجيب بقى معايا ايه كده اكياس، وابدا ان انا اشوف كل الكميه اللي انا هعملها. يعني تقدري ترشي عليها، تقدري ترشي عليها مانجا سكر، وتقدري ما ترشيش عادي جدا، مفيش اي مشكله. هاخد انا بقى ايه السكر، وابدا ان انا من غير سكر، هبدا ان انا اجيب اكياس واشيل على قد كل مره كده. شوف الشفشق عندي هياخد قد ايه، وعلى قد الشفشق كده منجايه منجايه ونص اتنين، وابدا ان انا ايه احطهم في كيسه لوحدهم واشيلهم بقى في الفريزر. طبعا بتعمليها الحكايه دي بقى مع كل كميه المانجا اللي انت عايزه تخزنيها وتشيليها معاكي، يعني بصراحة بترمي معايا كمية كبيرة قوي. وكمان بدل ما انت، يعني انا جبت ب100 جنيه مانجا، قعد يعني كمل معايا كام كيس، عمل معايا كيس كتيرة جدا. في حين ان انت لو اشتريتي، لو انت اشتريتي بقى المانجا هتلاقيها غالية جدا، او اشتريتي عصير جاهز هتلاقيها غالي جدا. فدي كده هتعمليها في بيتك بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وما بتاخدش معايا وقت خالص، وفي نفس الوقت بتدي نتيجة حلوة قوي. بصي بقى انا جبت قد ايه، عملت قد ايه كده من المانجا، بالظبط 4.5 كيلو من المانجا. هبدا ان انا اخد كده ايه معايا كل كيس على قد الشفشق الخلاط بالظبط، ما تزوديش حتتين تلاتة كده فيه، هتلاقيه ما شاء الله عمل معاكي كميه كبيره جدا، ورمى معاكي قوي، ويطلع معاكي المانجا تقيله كده وسميكه وحلوه قوي زي اللي بتجيبيها من بره. بصي بقى طلعت عامله ازاي، عملت منها كتير جدا. بعد جاي بجيب بقى الشفشق بتاعي واحط فيه كيس، واحط عليه شويه من السكر وميه ساقعه، او لو انت مطلعاه من الفريزر ميه بارده عادي، وهيطلع معاكي بقى بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي ده. عايزه اقولك بقى تحفه بصراحه ربنا. بصي بقى الجمال والحلاوه، بعد ما طلع معايا لايكات كتير وشير اكتر وكومنتات اكتر واكتر عشان القناه تكبر بيكو. انا حبيت ان انا اعمل حاجه بسيطه كده وسريعه، عشان ما تزهقوش من الفيديوهات الطويله. ده كده تخزين المانجا، بصي بقى طلعت تحفة جدا ازاي. بتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتجربوه. شايفة بقى سميكة معايا مش خفيفة، وكمان طعمها تحفة قوي بصراحة. شايفين بقى الجمال والحلاوة، بتمنى الفيديو يعجبكم.